الروتين اليومي قبل ما نعمل ماسكارا. الروتين اليومي اول حاجه هنغسل بالغسول الصباحي بتاع الصبح. عندنا كريم نهار تمام. وبعدين سان بلوك في الصيف. هنحط كريم النهار. سان بلوك بيبقى له معامل حمايه، انا افضل معامل حمايه لو هنقول مثلا 15 ولا 30 فوق ال 50 ده احسن حاجه. زمان كنا نلاقي 100، ما بقاش في الميات دي. لا مفيش ميات دلوقتي. هو فوق ال 50 بلس 50 هو نبتدي نقوله. وبعدين السان بلوك بتاع الجسم مختلف عن سان بلوك بتاع الوش بتاع البشره. دلوقتي كمان بقى في فاونديشن اوريدي جواه سان بلوك. بس انا مش هحط فاونديشن كل يوم. بس هقول لك على حاجه بقى، السان بلوك دوت اوريدي فيه نسبه فاونديشن خفيفه. يعني انت بتحطي سان بلوك وخلاص، وحتى اوريدي مظبطه وشك، وشك مسامه كلها ليه؟ لانه فيه نسبه فاونديشن بثلاث الوان كمان. يعني على كذا بشره. يعني انت ممكن تحطي السان بلوك اللي فيه فاونديشن وتحطي الرجوع تنزلي. مش مؤذي للبشره؟ لا هو مخصوص لكده. يعني لما احطه كل يوم وانا نازله مفيش مشكله، ده بيتحط على الايدين كمان. ما بحط فاونديشن كل يوم. انا خفت منه ده، انا شفته بس خفت منه الحقيقه. قلت كل يوم ازاي احط ده؟ كويس جدا، احسن ما تحطي سان بلوك وفوقيه فاونديشن وفوقيه باودر. ده بالعكس هو اوريدي بيقفل المسام. وعايزه اقول لك بقى الفاونديشن بتاعه اي نعم نسبته قليله بس احسن بكتير من الفاونديشن العادي. تخيلوا بقى. لان انا مجرباه يعني. بنزل الصبح بحط كده حاجه خفيفه اوريدي بيظبط. بعد السان بلوك نعمل ايه؟ بعد السان بلوك خلاص انت حطيتي غسلتي وشك، حطيتي كريم النهار تمام، حطيتي السان بلوك خلاص. بعد كده تستني مثلا شويه، لو هتحطي بقى ميك اب خفيف اوكي. هتحطي ميك اب تقيل برده اوكي، مفيش مشكله. ده بالنسبه للصبح، فاهمه ازاي؟ سان بلوك ده كده مش هتحط بالليل. بس ده الروتين اليومي. بالليل بقى بتيجي بتغسلي وشك. ولسه في بالليل؟ طبعا. بنقول لك ايه، احنا هنقعد قدام بالليل اهم من الصبح. بالليل اهم من الصبح. بالظبط، انا بالنسبه لي بالليل اهم من الصبح. ليه بقى؟ لان انت من ساعه ما بتنامي لغايه ما بتصحي اوريدي انت وشك يعني مستريح ونايمه، واوريدي تحفيز الكولاجين ده مهم من الساعه 9 لغايه بالصبح، يعني من 9 بالليل. طبعا احنا ما بننامش 9. لا بس اللي بينام 9 ده بياخد قسط من الكولاجين رهيب. صحيح. لان هو ده الفتره الحلوه للبشره، حتى حلوه في الدايت الحرق. صحيح. هقول لك احلى حاجه من 9 لتاني يوم الصبح جسمك. حتى للاطفال دي الفتره بتاعت النمو. النمو بالظبط. الطفل يطلع كده فرع وطويل لو نام كويس. كريم بالليل بقى. كريم الليلي تمام، ده مهم. تغسلي وشك برده بنفس الغسول وتحطي كريم الليلي بس خلاص. طبعا عرفنا نعمل ده كان به. ما في حد بيعمل. لا يعملها صراحة. حد بيعمل كل الخطوات كفاية غسول. يعني وتعملي بقى ماسكين، يعني ماسكين كده في الشهر.